عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نمشي لواحد المحل اللي اسمه ذا هوم ديبو، كيبيع جميع اللوازم ديال الصباغه، ديال البناء، اي حاجه كتخص المنزل كتكون عنده. انا غادي نمشي باش ناخذ واحد الصباغه، بغيت نصبغ واحد الغرفه ديالي، غنصبغ لها الحيط بواحد شكل جديد تكنيك جديده. خليكم معايا نوصل باش نشرح لكم كيفاش كتصاوب على الحيط، وباش نوريكم اللوازم اللي غادي نحتاج ونوع الصباغه اللي غادي ناخذ. يلا نشوفكم بعد قليل. هو من الداخل، دابا غادي نقلب على البلاصه اللي كيبيعوا فيها غير الصباغه. الرمادي اللي على هذا الشكل هذا كيدير 89 هذا بالنسبه للالوان الرماديه والدرجات ديالها كتاخذوا هذا. اما الا بغيتوا الالوان اللي على شكل بيج او ذهبي كتاخذوا هذا. من بعد ما خديته هو هذا كيفما باين في الصوره، سميتو سيلفر بيس. هذا بالنسبه للالوان كما قلت لكم الرماديه والدرجات ديالها. انا غادي ناخذ هذا اللون هذا ديال الالسيدي كيخلطوا باش يعطيني هذا اللون هذا اللي هو ميتاليك تجيبريو. غادي ناخذ هذا في جربته في الصالون لكن مختلف. دابا غناخذ هذا خليكم معايا غادي ندي له باش يخلطوا لي وتشوفوا الطريقه كيفاش غيصاوبوا لي. دابا كيخلطوا ليا باش يطلع هذا اللون اللي وريتكم في الكتالوج. وعندو واحد الطريقه كتخدم بها، واحد البرونجا كتخدم باش كتخلي اللون على شكل ديال هو اللون النهائي. كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كيجي ميتاليك رمادي فاتح. هذا هو الرقم ديالو، الناس اللي عايشين في امريكا غيلقاو فيهم ديبو، سميتو ميتاليك ورقمه هو هذاك بي بي جي 4000، سميتو ريتشويس. من بعد ما خلط ليا الصباغه وخرج اللون اللي بغيت، دابا غادي ناخذ هاد الرولويه تاع البون. هما كيجيو ثلاثه في صاشي وحده، كيديروا تقريبا 9 دولارات 29 سنت. انا خد هادي كنضرب بها دوكوش الاولى باش كيجينا مات، ومن بعد غادي ناخذ الشكل هذا. كتجي هكذا كلها على شكل تقطبة كلها باش كتعطي هذاك الديزاين اللي وريتكم في الكتالوج، كيجي فيه طبايع وكيجي بريوم في نفس الوقت. دونك غنحتاج هادي وغنحتاج هاد الدهوريات وغنحتاج شي حتى وحده باش غادي نصبغ هذوك الجناب ديال الحيط. Thank you.
خمسة دولار سبعة وتسعين سنت. غنحتاج أول حاجة هاد السكوتش اللي كيكون عريض كيدخل السقف باش ما كنبقاش السقف ملي كنكون كنصبغ. داير 4 دولار 20 سنت. هادو هما اللوازم كاملين اللي غادي نحتاج اليوم في الصباغه ديال الغرفه. خديت حتى 3 ديال الرولويات لان بعض المرات كنستعمل رولو كنخليه شويه كنلقاه قصاح فخاصني نستعمل واحد اخر اولا نغسلو نخلي نتسنى تنشف. فمن الاحسن ناخذ باك فيها 3 ديال الرولويات باش الا مشات الصباغه قصحات ليا رولو نستعمل واحد ثاني يكون عندي البديل. خديت هاد الشيته هادي خديت هاد البونجا كيفما شتي تشوفوا كلها طفه وخديت هاد الرولويات ديال السكوتش وهذا الكتالوج باش نعاود نوريكم اللون اللي غادي نصبغ. غندير لكم واحد الجوله صغيره نوريكم شنو الاشياء اللي كيديرها الحال. دابا غادي نخلص هاد المشتريات هادي اللي شريت خليكم معايا من وصل الدار ان شاء الله غنوريكم الخطوه الاولى اللي قمت بها. كما قلت لكم اول مرحله غنبدا بها هي غادي نحط سكوتش على سقف اللي خديت قبيله من هوم ديبو. وهذا هو الحيط من بعد ما ساليته.
حاولت نصور لكم في النهار يكون احسن وواضح. هكذا كيجيو هاد ليطاج على هاد الشكل هذا. الى لاحظتوا هنايا وباين المهم الغرفه كلها درتها بهذا الشكل هذا. ودابا بغيت نوريكم واحد الخطوه اخرى، هذه كتبقى اختياريه اللي بغا ديرها. هذا واحد ما عرفتش شنو نسميه بالعربيه، ولكن هما كيتسمى ستانسل، كتحطيه فوق الحيط ومن بعد ما كتكوني صابغه الحيط بلون واحد اي لون بغيتي. هذا نسل الزواقه اللي كتسمى كازابلانكا على الشكل هذا، على هذا الشكل. علقتها هنايا بشويه ديال السكوتش، ما بغيتش ندير الزواقه كلها، ما بغيتش نعمر الحيط كله، بغيت نستعمل غير هذه البليصه هذه، غير هذا السنيسله هذه اللي نازله هكا في الوسط. فايت لي درتو في واحد الحيط في المطبخ، داك الحيط كله جا زوين وجا رائع، ولكن هنا بغيتي شي حاجه خفيفه اللي تهرس هذا الحيط هذا ما يبقاش هكذا سامبل. ف كنبداو بهذه الطريقه هذه، من بعد ما كنديرو كنحاول ما نضغطش بزاف باش ما تخش الصباغه من الجناب، غير بطريقه خفيفه هكذا. غنتسناو حتى نشوف هاد البلاصه هادي كلها بصباغها، وغنعاود ندير كوش تاني، ومن بعد غنتسنى ينشف وغنحيد هادي كلها وغنهبطها لتحت، غننزلها لتحت لان هي كيف ما كتشوفوا غير على شكل مستطيل تقريبا، فيها متر تقريبا شي 80 سنتيم على 80 سنتيم، 80 هكذا 80 هكذا، ماشي كبيره بزاف. فملي غادي نسالي غادي نحيد هاد السكوتش وغادي نزلها لتمنى باش نهبط ندير بهاد الطريقه هادي. وخص يكون بالعبار، جيبوا هاد الزوقه هادي في النص ديال هاد المسافه ديال الحيط. بالنسبه للحائط عزيزاتي هو هذا اللي قلت لكم غنوريكم ديال المطبخ. هذا واحد صالون صغير عندي في المطبخ، درت فيه هاد الزواقه اللي سميتها كازابلانكا، كما قلت لكم كلك تاخذوها من امازون، كاينين اشكال كثيره ومتنوعه، ولكن دائما نركزوا على جوج الوان تكون مختلفه، واحد يكون فاتح وواحد مغلوق باش كتجي هاد الزواقه واضحه وعلى هاد الشكل هذا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو والشرح ديالي، نتمنى ديروا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد، وخليتكم على خير. موعدنا ان شاء الله في فيديو تاني، مع السلامه.